بودكاست سكاي نيوز عربية. الدليل. ننوه إلى أن هذه الحلقة قد تحتوي على مقاطع قاسية ومحتواها لا يناسب الأطفال وأصحاب القلوب الضعيفة. تيد باندي أو القاتل الوسيم كما تسميه الصحافة الأمريكية اسم ظل راسخاً في عقل الأمريكيين لعقود، وأنتجت من قصته عدة أفلام سينمائية. كيف لا، وجرائمه التي كتبها بدم ضحاياه كان عددها يفوق الخيال، حتى أنني وجدت صعوبة خلال أعدادي لهذه الحلقة في عدها. تيد الذي روع ولاية واشنطن في السبعينات وظل طليقاً لسنوات طويلة يمارس هوايته المفضلة القتل، حتى عملية اعتقاله كانت صدفة، وعندما دخل السجن استطاع الهروب منه لإكمال سلسلة جرائمه، وعملية اعتقاله للمرة الثانية كانت أيضاً صدفة. قصة تيد باندي ستستمعون إليها في هذه الحلقة كما لم تسمعوها من قبل. في أكتوبر عام 1980 بدأت جلسة إعلان قرار هيئة المحلفين في حق أخطر وأشهر القتلة المتسلسلين إلى يومنا هذا، تيد باندي المتهم بقتل أكثر من 30 امرأة. وهذه الجلسة تم بثها على التلفزيون الأمريكي كقبلها من الجلسات. كعادته كان متأنقاً ببدلته وربطة عنقه، وعلى عكس الجلسة السابقة وقف تيد هذه المرة أمام القاضي مصفر الوجه، التوتر واضح على كل تفاصيل وجهه، يداه المرتعشتان تارة يضعهما في جيوبه وتارة أخرى وراء ظهره. لقد وجدتك هيئة المحلفين مذنباً في قضية السرقة والاقتحام والاعتداء على أشخاص أثناء السرقة، وهيئة المحكمة تؤيد هيئة المحلفين وتجدك مذنباً أيضاً. ووجدتك هيئة المحلفين مذنباً في قضية القتل من الدرجة الأولى للسيدة مارغريت بومان، وكذلك تجدك هذه المحكمة مذنباً في ذلك. وفي القضية الثالثة وجدتك هيئة المحلفين من أقرانك مذنباً بجريمة قتل من الدرجة الأولى للسيدة ليز ليفي، وتتفق المحكمة مع هيئة المحلفين في ذلك. كان هذا جزءاً من قرار القاضي وهيئة المحلفين، ولا يسعنا الوقت لعرضه كله نظراً لعدد الجرائم التي عددها القاضي. رفعت الجلسة وانعقدت بعدها بثلاثة أيام جلسة أخيرة، هي جلسة النطق بالحكم. توتر باندي فيها لم ينقص عن سابقتها، وقبل النطق بالحكم دعاه القاضي للإدلاء بتصريح أخير. أنا لا أطلب الرحمة، لأنني أجده غريباً أن أطلب الرحمة لأشياء لم أقم بها. أنا سأعذب وأعاني وسيصيبني ألم هذه الأفعال، لكنني لن أتحمل مسؤولية هذه الأفعال. رغم إنكاره فإن قرار القاضي كان متوقعاً. هذه المحكمة رغم ألمها لا يسعها إلا الاتفاق مع هيئة المحلفين وأن تطلب الإعدام في حق المتهم ثيودور روبرت باندي. ما حدث ما سوي، فهذه المحكمة ترى كم هو مؤسف أن يبدد شاب موهوب مثلك كل حياته. لقد كنت شاهدا على ذكائك، وكنت ستكون محاميا بارعا. كنت سأكون سعيدا لو كنت أحد المحامين الذين يعملون معي، لكنك للأسف ضللت الطريق. كان تيد باندي شاباً متحصلاً على شهادة جامعية في علم النفس عندما قرر سنة 1973 البدء بدراسة الحقوق في جامعة يوتاه الأمريكية. سيرته كانت جيدة بين أصدقائه وجيرانه ومعارفه، بحيث لم يشكو أحد من سلوكه، لكن نقطة التحول في حياته بدأت عندما علم فجأة أن لويز التي كان يظن أنها أخته هي في الحقيقة والدته.
في تلك الفترة أيضاً تخلت عنه حبيبته التي كان يحبها بشدة، ومن هذه النقطة قرر الدخول لعالم الإجرام من بابه الشاسع، والبداية كانت من ولاية واشنطن. يوم 4 يناير عام 1974 اقتحم تيد باندي الشقة الجامعية لكارين سباركس وقام بالاعتداء عليها بقضيب حديدي إلى أن فقدت الوعي. قام باغتصابها ثم غادر المكان، ولأنه كان مقنعاً لم تستطع كارين الإفادة بمواصفاته عند الإدلاء بشهادتها للشرطة. في أول أيام شهر فبراير من ذات السنة استيقظت طالبة كاميليا على هذا الصوت المتأتي من غرفة ليندا هيلي دون توقف، عندما قصدت غرفة صديقتها لتطلب منها إيقاف صوت المنبه وجدتها فارغة. ومنذ ذلك الحين لم يرى أحد ليندا التي قامت تيد باختطافها وقتلها، إلى حين العثور على بقايا جثتها بعد عام في جبل قريب من المنطقة. يوم 12 مارس خرجت دونا مانسون من شقتها الجامعية لحضور حفل موسيقي ولم تعد، ولم يتم العثور على جثتها إلى يومنا هذا. في الشهر التالي اختفت سوزان رانكروت وهي في طريق العودة من جامعتها إلى منزلها، ولم يرها أحد منذ ذلك الوقت إلى حين العثور على بقايا جثتها فوق جبل. في أول أيام شهر يونيو اختفت بريندا كارول بول من المطار وشهدت آخر مرة وهي تتحدث إلى رجل يرتدي جبيرة في يده في مرآة سيارات المطار. وبعدها بعشرة أيام اختفت فتاة جامعية تدعى جورجينا هونكس عندما كانت عائدة فجراً إلى منزلها. قامت تيد بضربها على رأسها ونقلها بسيارته إلى مكان نائٍ، اغتصبها وقتلها ثم دفنها في غابة. في كل هذه الجرائم لم تجد الشرطة أي بصمات له أو أي شاهد رآه بشكل جيد ولا أي خيط آخر للوصول لهذا القاتل الشرس الذي كان مجهولاً وقتها. كان تيد وسيماً محافظاً على أناقته بشكل شديد، يجيد الحديث والإقناع والتلاعب بالعقول. بدأ جرائمه بالاقتحامات ثم تحول إلى استدراج ضحاياه، وكان يرتدي جبيرة تارة في يده وتارة أخرى في ساقه، ثم ما إن يرى فريسته التي ينوس يدها حتى يطلب منها مساعدته في نقل أغراض إلى سيارته التي يركنها دائما في مكان معزول عن المارة، وما إن تقع ضحيته في الفخ حتى ينقض عليها يغتصبها ويقتلها. ورغم أن أخبار اختفاء الفتيات أصبحت تنشر في الصحافة الأمريكية بشكل يومي، إلا أنه لم يخف وواصل جرائمه بشكل عادي، بل وزاد في نسقها، واستطاع يوم 14 يوليو سنة 1974 اختطاف وقتل فتاتين من شاطئ مزدحم بالناس. لكن عدداً من شهود العيان رأوه يتحدث مع الفتاتين ويطلب منهما المساعدة في إنزال قاربه الشراعي من سيارته. الشهود وصفوه بالتدقيق لأعوان الأمن، بحيث استطاع المحققون تركيب رسوم تقريبية له ونشرها في كل الأماكن العامة والصحف وبثها على القنوات التلفزية، وطلب ممن يتعرف عليه الاتصال بالشرطة. هذا الرسم التقريبي تعرفت عليه حبيبته الجديدة التي تدعى إليزابيث، واتصلت بالشرطة وأخبرتهم بأنها تشك في أن صديقها تيد باندي هو صاحب الرسم. لكن أعوان الأمن لم يأخذوا اتصالها على محمل الجد عندما بحثوا بشكل سطحي في السجل العدلي لتيد ووجدوه نظيفاً. في أيلول عام 1974 أحد المتجولين في جبل سياتل عثر على بقايا جثة أدمية وقام بإبلاغ الشرطة. أعوان الشرطة عند قيامهم بتمشيط الجبل عثروا على بقايا أغلب جثث الفتيات المختفيات في ولاية واشنطن، ولأن الشرطة عثرت على مقبرة ضحاياه قرر تيد باندي الانتقال بمسرح جرائمه إلى ولاية يوتا حيث يدرس الحقوق، هناك حيث قتل في شهر أكتوبر كلاً من نانسي وولكوس وميليسا سميث ولورا إيم. وفي شهر نوفمبر قتل الطالبة كارول دارونش ودي بيكينت التي عثر على جثتها سنة 2015 في أحدى الغابات.
تيد باندي استهل عام 1975 بقتل الممرضة كارين كامبل والطالبة جولي كونينغهام، وظل يقتل بلا هوادة مستهينا بقدرات الشرطة التي لم تستطع التعرف عليه رغم أنها تملك أوصافه، إلى أن لعبت الصدفة دورها يوم 16 أغسطس عندما لمحت ثورية أمنية سيارته متوقفة فجرا في مكان قليل الحركة وكان هو داخلها. عندما رأى تيد الشرطة قد سيارته هاربا وبعد ملاحقة قصيرة تمكنت من إيقافه واقتياده إلى مركز الأمن، خاصة بعدما عثروا على أقنعات وقفازات وأصفاد حديدية وحبال وأكياس بلاستيكية كبيرة في سيارته. لا تضحكوا على ما سأقوله لكم الآن، بعد كل هذا الشرطة لم تشتبه في كونه صاحب الرسم التقريبي قاتل الفتيات في واشنطن ويوتاه، وظنت أنه أحد سارق المنازل بالمنطقة التي وجدوه فيها. ولكن عندما تم تفتيش منزله عثر على خرائط رسم فوقها علامات، بالتثبت فيها وجدت الشرطة أنها الأماكن التي عثر فيها على جثث الضحايا، ولكن نظراً لعدم كفاية الأدلة تم إطلاق سراحه، إلا أن إحدى الفتيات التي اختطفها في ولاية واشنطن وحاول قتلها لكنها استطاعت الهروب منه تعرفت على صوره التي عرضها عليها المحققون، وهكذا بدأت في فبراير عام 1976 محاكمته بتهمة اختطاف كارول. وبعد 8 أسابيع من المحاكمة حكم عليه ب5 سنوات سجناً. في الأثناء كان المحققون يجمعون الأدلة لمحاكمته في قضايا قتل بقية الفتيات، وبعد جمع عدة أغراض تعود للضحايا من بيته وبعض عينات الشعر من سيارته، في يونيو عام 1976 مثل تيد باندي أمام القضاء في محاكمة أخرى هناك، حيث راوغ رجال الشرطة واستطاع الهروب من المحكمة وتم القبض عليه بعد 3 أيام. وبعد مدة قصيرة استطاع الهروب من السجن وتوجه لولاية فلوريدا حيث قتل طالبتين في 15 يناير عام 1978. بعدها بشهر تم إيقافه من قبل شرطة المرور، ليس لأنه تيد باندي الذي كانت تبحث عنه الشرطة الأمريكية في كل مكان، بل لأن شرطة المرور اكتشفت أنه يقود سيارة مسروقة. نفذ حكم الإعدام في حق تيد باندي يوم 24 يناير عام 1989 بالكرسي الكهربائي، وقبلها بيوم بث التلفزيون الأمريكي مقابلة معه. عموماً كنت فرداً طبيعياً، لم أكن من النوع الذي يتسكع في الحانات أو عاطلاً، لم أكن منحرفاً بحيث ينظر إلي أحدهم ويقول هناك خطب ما في هذا الشخص. كنت طبيعياً تماماً، لدي أصدقاء جيدون، عشت حياة طبيعية باستثناء ذلك الجزء الصغير المدمر منها الذي أبقيته سراً ولم أدع أي شخص يعلم عنه شيئاً. بعد إعدام تيد باندي بمدة أعطى محاميه تصريحات مدوية للصحافة، حيث أكد أن تيد أخبره أنه قتل أكثر من 100 شخص بينهم رجال. قال لي إنه قتل أكثر من 100 شخص وليس نساء فقط، وهذا شيء جديد لم يعرفه أحد، أنت أول شخص أخبره بهذا. هل كان لديه ضحايا من الرجال؟ جريمته الأولى قتل فيها رجلا. هل كنت تخاف منه؟ نعم. كنتم تستمعون لبودكاست الدليل، أعداد وتقديم إيناس بوعفيف، إخراج نارت شابسوغ. بودكاست سكاي نيوز عربية.